أستاذة نغم كانت بتسأل عن الفارق، وإحنا قلنا قبل كده نذكر به بين النبي والرسول. الرسول هو ما أوحي إليه بشرع جديد، والنبي متمم لرسالة من أرسل قبله. كل رسول نبي وليس العكس. يعني نقول إنه الرسول هو من أمر بالبلاغ، فهو الرسول وهو في ذات الوقت نبي. يعني هم كلهم أنبياء كرام، وإذا اتصف بالرسالة يبقى هو مبلغ لهذه الرسالة عن الله سبحانه وتعالى. يا ست نغم، يبقى ما فيش عندي، يبقى أنا هفهم من هنا إنه كان رسولا نبيا، فأفهم هذا المعنى إنه كان يحمل رسالة لهؤلاء القوم، وهو أصلا نبي يأتيه الوحي من السماء.